بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك في مفتتح هذا المجلس المبارك إن شاء الله أن تجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، أن تجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ألا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أمين. لا نزال مع النبي صلى الله عليه وسلم في طريق هجرته من مكة إلى المدينة. لقد تحدثنا عن بعض التفصيلات المتعلقة بهذه الرحلة المباركة في المحاضرة الماضية، وبقي أن نستكمل أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد نزل بقباء. أول ما نزل في المدينة بعد الهجرة إنما نزل بقباء. المدينة كان لها اسم وقباء لها اسم، ويعني اليوم أصبح كلمة المدينة تطلق على كل هذه المواضع، لكن في ذلك الوقت كان لقباء اسم تختص به عن المدينة يثرب. لقد نزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقباء، وسمع المسلمون بمخرج رسول الله من مكة، فكانوا يغدون كل غداة إلى الحرة صخور سوداء في خارج المدينة لكي ينتظروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة. ظلوا واقفين في هذا المكان إلى أن يشتد الحر وتستعر الشمس فيرجعون إلى بيوتهم. فانقلبوا يوما بعد أن طال انتظارهم، فلما آووا إلى بيوتهم أوفى رجل من يهود على أطم من آطامهم، على حصن من حصونهم، لأمر ينظر إليه فبصر بالنبي صلى الله عليه وسلم. هو كان واقف على حصن ينظر في أمر خاص به، فبصر سواد شخصين قادمين أو أبصر بسواد قادمين، فلم يملك نفسه أن قال بأعلى صوته: يا معاشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون. وسمعت الرجة والتكبير في ديار بني عمرو بن عوف، وكبر المسلمون فرحا بلقاء نبيهم صلى الله عليه وسلم، وخرجوا للقائه فتلقوه وحيوه بتحية النبوة، وأحدقوا به مطيفين حوله، والسكينة تغشاه والوحي يتنزل عليه. يقول عروة ابن الزبير: تلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في ديار بني عمرو بن عوف. وكان هذا يوم الاثنين في شهر ربيع الأول، فقام أبو بكر للناس وجلس رسول الله صامتا، فطفق من جاء من الأنصار ممن لم يرى رسول الله يجيء أبا بكر، ظن هو النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل أبو بكر حتى يظلل عليه بردائه، فعرف الناس رسول الله عند ذلك. زحفت المدينة كلها لاستقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يوما مشهودا لم تشهد المدينة مثله في تاريخها كله. وأنس بن مالك يقول: لقد شهدت المدينة يوم أن قدم إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما رأيت يوما أبهج ولا أضوى ولا أنور من هذا اليوم، ثم رأيت المدينة يوم غاب عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما رأيت يوما أقبح ولا أظلم من هذا اليوم. صلوات ربي وسلامه عليه. لقد أقام بقباء 4 أيام، 2 الثلاثاء والأربع والخميس، وأسس مسجد قباء. المسجد
الذي وردت الإشارة إليه في كتاب الله عز وجل لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وأثنى الله جل وعلا على أهل مسجد قباء بأنهم يحبون أن يتطهروا، كانوا يستنجون يغسلون أدبارهم بالماء، لا يكتفون بالاستجمار إنما يجمعون بين الاستجمار والاستنجاء، إن كل منهما يغني عن الآخر، لكن أن تجمع بينهما تلك فضيلة ومزية ومنقبة. الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان. إيه الفرق بين الطهور والطهور؟ طهور الفعل نفسه، أما الطهور ما تتطهر به من الماء أو التراب. لما يقال هل عندكم من طهور، أي شيء نتطهر به من الماء. والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماوات والأرض. والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. الاهتمام بالطهارة معلم من معالم التدين. الطهور شطر الإيمان. وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى إنه لكبير. أما أحدهما فكان لا يستتر أو لا يستبرئ أو لا يستنزه على خلاف في الروايات من بوله، وكان الآخر يمشي بين الناس في النميمة، يمشي بين الناس في النميمة. فينتبه إلى قضية الطهارة ويحتاط جدا عند التبول، ولا ينبغي لأحد أن يتبول قائما إلا إذا أمن أن لا يرتد رذاذ بوله إليه لكي لا يصيب ثيابه فينجسه. وأنتم تعلمون أن طهارة البدن وأن طهارة الثوب من واجبات الصلاة، بل من شروط صحتها. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين، وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. لا إله إلا الله. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام أقام في قباء 4 أيام، أسس مسجد قباء، ولما كان اليوم الخامس يوم الجمعة نعم ركب وأردف خلفه أبا بكر الصديق، وأرسل إلى إخوانه من بني النجار فجاءوا متقلدين سيوفهم، فسار نحو المدينة، أدرك الجمعة في الطريق، فصلى الجمعة في بني سالم ابن عوف، وكانوا 100 رجل. ثم بعد هذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ومن هذا اليوم سميت يثرب المدينة، أو مدينة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. كانت البيوت والسكك ترتفع بأصوات التحميد والتقديس، وكان يوما لم تشهد المدينة مثله، وحق لها أن تبتهج وأن تتزين لمقدم نبيها صلوات ربي وسلامه عليه. الأنصار لم يكونوا أصحاب ثروات طائلة، إلا أن كل واحد منهم كان يتمنى أن ينزل رسول الله عنده، فكان لا يمر بدار من دور الأنصار إلا أخذوا خطام راحلته، نعم يقولون هلم إلى العدد والعدة والسلاح والمنعة، كان يقول خلوا سبيلها فإنها مأمورة، دعوا الناقة تبرك حيث شاء الله لها أن تبرك، خلوا سبيلها فإنها مأمورة. فلم تزل سائرة به حتى وصلت إلى موضع المسجد النبوي الموجود الآن. نعم فبركت، نعم فنزل عنها، وذلك في بني النجار أخواله،
وكان هذا من توفيق الله عز وجل لها. الله جل وعلا أراد أن ينزله عند أخواله يكرمهم بذلك، فجعل الناس يكلمون رسول الله في النزول عنده، وبادر أبو أيوب الأنصاري إلى رحله فأدخله بيته، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء مع رحله، خلاص الرحل دخل جوه، المرء مع رحله صلوات ربي وسلامه عليه. وجاء أسعد ابن زرارة فأخذ بزمام راحلته وكانت عنده. في رواية أنس عند البخاري نعم يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال أي بيوت أهلنا أقرب؟ فقال أبو أيوب أنا يا رسول الله، هذه داري وهذا بابي. فقال فانطلق فهيئ لنا مقيلا، ثم قال قوما على بركة الله، انطلق فهيئ لنا مقيلة، ثم قال قوم على بركة الله. فحظي أبو أيوب بهذا الشرف أن يبقى عنده النبي صلى الله عليه وسلم قرابة 7 أشهر. وعند مقدم النبي صلى الله عليه وسلم جعل النساء والرجال نعم يصعدون فوق أسطح البيوت، ثم تفرق الغلمان في الطرقات ينادون يا محمد يا رسول الله، يا محمد يا رسول الله. البراء ابن عازب شهد عيان يقول ما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من اللطائف أن دار أبي أيوب كان لها طابقان، فالنبي صلى الله عليه وسلم في الدور الأول وأبو أيوب وزوجته في الدور الثاني. هذا تحدثوا، وده معقول نبحنا فوق النبي عليه الصلاة والسلام؟ قالوا يا رسول الله لا تطيب نفوسنا أن نكون في العلو تكون أنت في السفل، خلينا نتبادل الإيه المواقع. فيعني النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم إن هذا أرفق بنا وبمن يغشانا، أرفق بنا وبمن يغشانا أن نكون في سفل البيت، اللي جاي بدل ما يطلع سلالم يدخل مباشرة، أرفق بنا وبمن يغشانا. مش هين عين هو يمشي على النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى النبي في أول دور هو في الدور الثاني، ويعني يدوس بنا عليه على سطح الدور الثاني اللي تحته النبي عليه الصلاة والسلام. من اللطائف أيضا انكسر إناء لهم فيه ماء، فخافوا ان المياه تنشع وتنزل تحت، نعم، فقمت انا وام ايوب بقطيفه لنا ما لنا لحاف غيرها، ايه اللحاف؟ واخذنا ننشف بها الماء خوفا من ان يقطر على رسول الله منه شيء يؤذيه. نعم، فقمت انا وام ايوب بقطيفه لنا ما لنا لحاف غيرها ننشف بها الماء تخوفا أن يقطر على رسول الله منه شيء يؤذيه. اقترع الأنصار على سكن المهاجرين وأثروهم، واقترعوا يدل على إيه؟ إن في تزاحم وتنافس، ومحلش هذا الأمر غير القرعة. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول لاستهموا عليه، يتزاحمون ويتنافسون ويتدافعون، فلا يحسم الأمر بينهم إلا القرعة. لم يكن المهاجرون ضيوفا ثقلاء على أهل المدينة، لم يستشعروا ثقل، بالعكس الله جل وعلا يقول والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليه. انظروا إلى ثناء الله عز وجل، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وبقي هذا وساما على صدر الأنصار، إنه قرآن يتلى يتعبد المؤمنون بتلاوته ما بقي الليل والنهار،
والنبي عليه صلى الله عليه وسلم يقول لولا الهجرة لكنت امرؤا من الأنصار، لو سلكت الأنصار واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبهم. لو سلك الناس واديا أو شعبا وسلك الأنصار واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار أو شعبهم. هذه أوسمة يقلدهم إياها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أول شيء اهتم به النبي عليه الصلاة والسلام عندما وصل إلى المدينة إيه؟ بناء المسجد. أول هم عندما نزل في قباء مسجد قباء. عندما وصل إلى المدينة الهم الأول كان بناء المسجد في أرض كان فيها نخل لغلامين يتيمين من بني النجار. اشتراها النبي عليه الصلاة والسلام وقام المسلمون بتسويتها وقطع نخيلها، وما أعظم سرورهم عندما كانوا يعملون في بناء المسجد والنبي يعمل معهم وهم يرتجزون ويقولون اللهم إن لا عيش إلا عيش الآخرة أو لا خير إلا خير الآخرة فانصر الأنصار والمهاجرة أو فارحم الأنصار والمهاجرة. الهجرة لم تكن أمرا يسيرا سهلا، مش مجرد انتقال من أرض إلى أرض، أو واحد ضاقت به سبل العيش في مكان فاختار مكانا خصبا في مكان آخر. لا، إن حجم المعاناة والتضحية التي تعنيها وتجسدها الهجرة، واحد مقيم في أرضه ضاربة جذوره في أعماقه ومتمكن فيه، ثم ينتزع انتزاعا من ذلك كله ليلقى به خارج بلده ليفقد كل أسباب المتاع المادي والدنيوي في لحظة من اللحظات. لا يقوى على هذا إلا الصادقون. الإخراج من الديار قرين القتل. الله جل وعلا يقول ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. لا يعرف مرارة الإخراج من البلاد إلا من كبدأ. تترك وراءك الدور والتاريخ والماضي والحاضر بكل ما فيه من ذكريات، أن تنتزع من ذلك كله وأن يلقى بك بعيدا عن ذلك كله، إنها مكابدة ومعاناة ومرارة لا يعرفها إلا من تجرعها، لا يعرفها إلا من كابدها. الله الذي خلق النفوس يجمع بين القتل والإخراج من الديار. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. لا تنسى ذاكرة الأيام والليالي النبي عليه الصلاة والسلام عندما وقف يخاطب مكة وهو بالحزورة سوق في مكة يقول والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلي، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. أنا ما فارقتك مختارا، فارقتك مكرها وفارقتك مخرجا. الله جل وعلا يعزيه فيقول إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. المهاجرون من مكة إلى المدينة واجهوا صعوبة اختلاف المناخ. المدينة أرض زراعية، أرضها تغطى كما تعلمون ببساتين النخل، نسبة الرطوبة في الجو عالية جدا مقارنة به في مكة. أصيب كثير من المهاجرين بالحمى، منهم أبو بكر ومنهم بلال. كان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله، كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. كان بلال إذا انجلت عنه الحمى وتأثيرها يرفع صوته قائلا ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد
وحولي إذخر وجليل يتذكر مرابع مكة. ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل. جليل وادي جنب غار حراء، أنا عشت في هذه المنطقة فترة. نعم، وهل أردا يوما مياه مجنة وهل يبدو لي شامة وتصيل. تذكر المكان أو الأمكنة التي اكتحلت عينه برؤيتها وتشتاق نفسه إليها. هيجي اليوم اللي نقدر نرجع للمكان ده ونشوف هذه الأماكن مرة تانية. هيجي ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل وهل أردا يوما مياه مجنة وهل يبدو لي شامة وتفيل. فأخبت عائشة النبي عليه الصلاة والسلام بهذا فقال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد وصححها. ثم قال وبارك لنا في صاعها ومدها وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. وكان يقول اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. أتم لهم هذه الهجرة التي كتبتها عليهم يا رب وتقبلها منهم. فإن الهجرة كالتوبة كالإسلام، الإسلام يجب ما قبله، التوبة تجب ما قبلها، الهجرة تجب ما قبلها. من ترك كل شيء لله عز وجل وانخلع من كل ما يملك لله عز وجل فإن هذا ميلاد جديد له. الهجرة تجب ما قبلها، التوبة تجب ما قبلها، الإسلام يجب ما قبله. استطاع المهاجرون أن يوطنوا أنفسهم على هذا المناخ الجديد والبلد الجديد واستقروا فيه، وطبعا غلبوا مصلحة العقيدة والدين والإسلام على الحنين الفطري والتشوق العاطفي إلى بلدهم ومسقط رأسهم. بل أصبحت الهجرة واجبة على كل مسلم كي ينصر رسول الله ويواسيه بنفسه. فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. حتى كان فتح مكة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا. عندما فتحت مكة وأمن من كان فيها من المستضعفين وأصبحت دار إسلام، الهجرة مرتبطة بعلة: الخوف من الفتنة في الدين، العجز عن إظهاره. فإذا أمنت على دينك وتمكنت من إظهاره ومن ممارسة شعائره فلا يلزمك أن تفارق هذا المكان، فإن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. بل في كلمة جميلة للماوردي رحمه الله يقول فيها إذا قدر، تول الكلمة دي جميلة والله، إذا قدر على إظهار الدين في بلد من بلاد الكفر فقد صارت البلد به دار إسلام. إذا قدر على إظهار الدين في بلد من بلاد الكفر فقد صارت البلد به دار إسلام، فالإقامة فيها أفضل من الرحلة منها لما يترجى من دخول غيره في الإسلام. فالإقامة فيها أفضل من الرحلة منها لما يترجى من دخول غيره في الإسلام. كان طبعا لمن يحمل هم الإسلام في حياته، استدبر كل الميراث هذا وأصبح همه الدراهم والدنانير، ليس هذا الذي نتحدث عنه يعني بطبيعة الحال. نتحدث عن ناس إنما تتمحور حياتهم وتتمركز وتتموضع حول أي المواضع يكونون فيها أقدر على عبادة ربهم وأنفع لعباده. إن المؤمن يقيم حيث يكون أعبد لله عز وجل
وحيث يكون أنفع لدينه ولعباده. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين. الهجرة لأنها حدث كبير جدا وحدث عظيم جدا، المسلمون بدأوا به تاريخهم، فأصبح التاريخ يبدأ من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام وليس من عام الفيل. كان قبل البعثة يؤرخون بعام الفيل، قبل عام الفيل، بعد عام الفيل، كان هذا هو المحور أو المعلم الزماني الذي يردون إليه تاريخهم. لكن في زمن عمر وبعد سنتين ونصف من خلافته تشاوروا عشان يعملوا تاريخ للمسلمين، واختاروا هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لأنها المكان، لأنها الحدث الكبير جدا والعظيم جدا الذي فرق الله به بين الحق والباطل، وأصبح معلما بارزا ومفترق طرق بين حياتين، حياة قبله وحياة بعده. ما قبل الهجرة استضعاف وفتنة في الدين، ما بعد الهجرة إظهار وتمكين للدين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الطبري رحمه الله يعني يقول أول من كتب التاريخ عمر لسنتين ونصف من خلافته. وابن الأثير يبين شيء من التفصيل فيقول إن أبا موسى الأشعري كتب إلى عمر أنه يأتينا منك كتب ليس لها تاريخ، فجمع عمر الناس للمشورة، يا ترى نؤرخ بإيه؟ ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام ولا بهجرته؟ فاختاروا أن يؤرخوا بهجرته لأن الله فرق بها بين الحق والباطل. اللهم اهدنا فيمن هديت. بيذكر ابن أثير وقع أخرى أنه رفع إلى عمر صك محله شعبان، وثيقة تزب الدين أو حق وميقاتها شعبان، فقال أي شعبان؟ شعبان الذي هو آت أم شعبان الذي نحن فيه؟ احنا الآن في شهر شعبان، واكتب موعد استحقاق الحق هذا في شهر شعبان، يا ترى شعبان إمتى؟ شعبان ده ولا شعبان اللي جاي؟ إذا ما فيش سنوات تؤرخ بها يختلط هذا بذاك. أشعبان الذي هو آت أم شعبان الذي نحن فيه؟ ثم قال لأصحابه ضعوا للناس شيئا يعرفونه. فبدأ بقى يعني يأتمون، طب نستفيد من تاريخ الروم بيأرخوا بذي القرنين، قالوا ده مشوار طويل قوي. طب الفرس، قال ده كل ما يجي ملك بيمحو آثار من قبله، فالدنيا بتتلخبط، مفيش استقرار، مفيش استابيليتي. يعني فقال للذين قالوا نؤرخ بتاريخ الروم الذين يبدأون من ذي القرنين، فقال هذا يطول. طب تاريخ الفرس، قيل إن الفرس كلما قام ملك طرح تاريخ من كان قبله، كلما دخلت أمة لعنت أختها. يعني فاجتمع رأيهم على أن ينظروا كم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فوجدوه 10 سنين، فكتبوا التاريخ من بدء هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. معيار جميل ذكره الإمام أحمد ابن حنبل في معيار ظهور الحق. في زمنه وقعت فتنة القول بخلق القرآن، والمعتزلة استطاعوا أن يلبسوا الأمر على الخلفاء، فانتحل الخلفاء هذه العقيدة الفاسدة معتقدا وفرضوه على الناس فرضا، حتى كانوا يفرضونه على الصبيان في مكاتب تحفيظ القرآن الكريم، هو بيحفظ قل هو الله أحد، يكتبون جنبيها أن القرآن مخلوق. كانت فتنة عظيمة جدا جدا، وابتلي بسببها خلق كثير من أئمة العلماء،
ومع شدة الوطأة وضراوة المحنة الناس ترخصوا وتساقطوا واحد تلو الآخر تلو الآخر تلو الآخر، وبقي أحمد ابن حنبل في بقية قليلة جدا ممن ثبتوا وبقوا. فجوه يوم فقالوا له: ألا ترى ما نحن عليه؟ ألا ترى كيف ظهر الباطل على الحق؟ معقولة الباطل يعني قامت له دولة وأصبحوا يصبون العذاب والمحن على رؤوس الناس صبا، وأهل الحق يتساقطون واحد تلو الآخر تلو الثاني، الناس بتوقع كلها واحد ورا الثاني ورا الثالث. أولا ترى الحق كيف ظهر عليه الباطل؟ فقال: اسمع كلمة الله تكتب بماء الذهب. قال: كلا، إن ظهور الباطل على الحق أن تنتقل القلوب من الهدى إلى الضلالة، لكن قلوبنا لا تزال لازمة للحق. إن ظهور الباطل على الحق أن تنتقل القلوب من الهدى إلى الضلالة، لكن قلوبنا لا تزال ملازمة للحق. في رواية تانية قالوا: يا أبا عبد الله، ألم تر كيف انتصر الباطل على الحق؟ فقال: كلا، ما دامت القلوب ثابتة فالحق هو المنتصر. لأن الهزيمة يوم أن تكفر القلوب بما تعتقد، يوم أن تخلعه، يوم أن تدير له ظهرها، يوم أن تنسل منه، هذه هي الهزيمة الحقيقية الطامة الكبرى. ما دامت القلوب ثابتة فالحق هو المنتصر. ومن أجل هذا قيل لابن مسعود: لقد هلك من لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فقال: بل هلك من لم يعرف بقلبه المعروف والمنكر. لأن التغيير باليد، الإنكار باليد أو باللسان، مناط القدرة، عايز قدرة. فلحظة من اللحظات قد يحال بينك وبين الإنكار باليد، وقد يحال بينك وبين الإنكار باللسان. لكن الإنكار بالقلب ينبغي أن يبقى ثابتا جازما في جميع الأحوال، لا يتزعزع ولا يتزلزل، لأنه لا سلطان على ما في القلوب إلا لعلام الغيوب. تعتذر عن يدك، تعتذر عن لسانك، لكن هل تعتذر عن قلبك؟ لا يملك ما في القلوب إلا علام الغيوب. ومن لم يستطع أن يقول حقا فلا ينبغي أن ينطق بباطل، يصمت، يغلق فمه، ويبحث لنفسه عن متنفس في مكان آخر. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين. لقطة أخيرة نختم بها، نشرح بها واقعنا ونعزي بها أنفسنا. عمرو بن ميمون الأود يقول: صحبت معاذا باليمن فما فارقته حتى وريته في التراب، ثم صحبت من بعده أفقه الناس عبد الله بن مسعود. نعم، فسمعته يقول: عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة. ثم سمعته يوم من الأيام وهو يقول: سيولى عليكم ولاة يؤخرون الصلاة عن مواقيتها، فصلوا الصلاة لميقاتها فهي الفريضة، وصلوا معهم فإنها لكم نافلة. الحديث ده عمل إشكال في فهمه عند عمرو ابن ميمون، وشايف ان هو متعارض مع لزوم الجماعة. بيقول له: عليكم بالجماعة، عليكم بالجماعة. طب إذا جاءنا ولاة نكديين وبيأخروا الصلاة عن مواقيتها، يقول له: أدوا الصلاة لوقتها وهي الفريضة. طب ما كده فرقت الجماعة، الناس هنا بيصلوا في الجامع قبل المغرب بربع ساعة، فأنا أصلي في أول الوقت وهي دي الفريضة. أدوا الصلاة لوقتها وهي الفريضة، واجعلوا صلاتكم مع القوم نافلة. بس أنت بتقول لنا الجماعة، عليكم بالجماعة،
فاستشكل هذا فجاء يسأل عبد الله ابن مسعود فقال يا أصحاب محمد ما أدري ما تحدثون. فقال وما ذاك؟ فقال تأمرني بالجماعة وتحضني عليها ثم تقول صل الصلاة لوحدك وهي الفريضة وصل مع الجماعة وهي نافلة. فقال يا عمرو ابن ميمون لقد كنت أظنك من أفقه أهل هذه القرية، لقد كنت أظنك من أفقه أهل هذه القرية، أتدري ما الجماعة؟ تعرف كلمة جماعة يعني؟ أتدري ما الجماعة؟ فقلت لا. فقال إن جمهور الجماعة هم الذين فارقوا الجماعة. إذا انفض الناس عن الحق، اجتمعوا حول الباطل، الكيان الكثير ده اللي حول الباطل ما اسموش الجماعة. الجماعة ليست بكثرة العدد، الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. اسلك طريق الهدى لا توحشنك قلة السالكين، احذر طريق الغواية لا تغرينك كثرة الهالكين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، إن جمهور الجماعة هم الذين فارقوا الجماعة. الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك، ولهذا قال فإذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد وإن كنت حينئذ وحدك. إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد وإن كنت حينئذ وحدك. الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك، الجماعة ما وافق طاعة الله عز وجل. إن جمهور الناس قد فارقوا الجماعة، وإن الجماعة ما وافق طاعة الله. افترض كده إن احنا نزلنا في قرية من القرى عملها غسيل يعني أدمغة، وتجردت النساء من ملابسها وبقيت امرأة واحدة على أمر الله عز وجل على عهده وميثاقه. هذه المرأة هي الجماعة لوحد البقية، هذه من وسط ملايين حولها يعني أداروا للتدين ظهورهم، سوف تبقى هذه وحدها هي الجماعة. لو بقي رجل على عهد الله وميثاقه وتفرق الناس جميعا وانفض الناس جميعا لكان هذا الرجل وحده هو الجماعة. الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. الجماعة لا يشترط لها قلة ولا كثرة، شرطها موافقة الحق وموافقة أمر الله عز وجل. إن الجماعة ما وافق طاعة الله جل جلاله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت. اللهم آمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.